حوز والو الزولان قراني سديد اللي حضار في ومقية وقت من ذكرى 19 قريق الدور إلو وجود أكيد يمغى من ذلك فشد السن أكيد حضار هذا نشن المعطى يطفينا بيس تجارب خاصة إلى جانب الفاقي هذا من جهة يحضرني أولاً مداخلة الأستاذ عبد الله الشريق لاستحضاره التاريخ دائما هناك تساؤل يحضر ما يخص مسألة المثقفة والنزعة الوطنية هذه المسألة لما نقوم بجر أو بنظرة شاملة على خريطة ما يسمى بالعالم الإسلامي نجد هناك شعوبا مماثلة من حيث الإثنيات أو يعني موازية أو في مستويات موازية كفورس كالأطراف الذين حافظوا على لغتهم وثقافتهم الخاصة مع احتواها الإسلام نعم كانت هناك محاولة في المغرب وكانت محاولة شاقة لكي لا يظن أحد أن المسألة مسألة التعليم أو مأساة الأمازيغ في شمال أفريقيا ابتدأت مع ما سمي بالحركة الوطنية أسميها دائما البرجوازية المدينية لأن مفهوم الوطنية فيه نقاش إن المحنة ابتدأت منذ زمن بعيد وكانت ردود أفعال الأمازيغ في شكل دول أذكر البر الوطني مثلا مجموعة من الإمارات الذين عانوا الأمرين بشكل رهيب والتاريخ الرسمي لا ينكرنا بها لذلك فهذه المحنة الآلية وحاليا نحن نتكلم يجب أن نعترف أولا أن التعريب وصل حدا لا يطاق في ظرف 58 سنة كان تعريبا شاملا للمجال والإنسان في حين أن 12 قرنا كان هناك تعريب لما هو وصمي طبعا هناك نقاش اقول بما هو رسمي لكي اختزل المسافات هذا من جهه اما بالنسبه لشيء ضروري اريد ان اذكره واسطر عليه خصيصا هو ذلك التماس الابدي بين السياسي والمجالات الاخرى كل مجالات ثقافيه جمعويه الى اخره فهذا السياسي هو الطاغي وهو الذي جعل من المسألة الأمازيغية تأخذ هذا الطابع السيزيفي في شمال أفريقيا والمغرب خصوصا إن تدخل أو تدخل السافر لما هو سياسي فيما هو ثقافي كان دائما حاضرا لكن يبقى المشكل ماذا يتوخى هذا التدخل لأن السياسي لا يمكن مع احترامي للأستاذ الورياشي إن السياسي لا يخلو دائما من أي حركة إن الحركة والحركة هنا مفهوم عام لأنه للأسف حسب تقديري أتى بشكل غير موفق لنموذج حركة 20 فبراير أقول العكس تماما أنها فشلت لأنها لم تكن تتوفر على قيادة سياسية ليس بالمفهوم الحزبي كما نصصت على ذلك مداخلة الأستاذ محمد زياد إن القيادة السياسية معناها ليس قيادة حزبية لذلك فالسياسي كان دائما ضروريا في الحركة الأمازيغية أيضا من أجل إيقافها والأخذ بها إلى مستوى الصراع من أجل إثبات نفسها هذا من جهة نقطة أخيرة جدا لقد ركز الأستاذ الورياشي على ثلاث لغات في المغرب ثلاث لغات أمازيغية في المغرب أقول لكن إن ذهبنا في هذا المنحى سوف نجد أن هذه الثلاث لغات الأمازيغية لها مستتبعات أمازيغية أخرى غير معيارية بمعنى أن هناك لهجة أخرى غير اللغات الأمازيغية المعروفة الريفية والأمازيغية وتشحن وشكرا للمجال ضيق حقا